السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شباب، كيف حالكم؟ طيبين؟ حياكم الله في مقطع جديد. وفي هذا المقطع إن شاء الله سوف نتحدث عن جميع أخبار Resident Evil 3 ريميك القديمة والجديدة. طبعا يقول المنتجون أن ريميك الجزء الثالث سوف يشهد تغييرات وتعديلات أكبر من ريميك الجزء الثاني، وهذا سوف يؤثر على بعض الجوانب في القصة. واحدة من هذه التغييرات سوف يكون تسليط ضوء أكبر على شخصيات اللعبة لجعل اللاعب يكترث أكثر لأمرهم. مثال على شخصية داريو روسو، سيلعب دور أكبر في الريميك، وهو كان في النسخة الأصلية مجرد مواطن عادي منحت جيل ملجأ الاختباء فيه، وكان يعني يتحدث معها اوكي، وخرج من مخبأه بعد خسارته لعائلته. طبعا انا حطيت في قصة خاصة عن داريو روسو، اذا كنت تريدوا تعرفوا قصة داريو روسو في مقطع خاص تكلمت عن قصته. طبعا خسر عائلته في هذه المدينة، مدينة راكون المرعبة. كما يوضح الفريق انه تم التعديل على مظهر جيل فالنتاين لجعلها مستعدة أكثر للأكشن، بما أنه يناسب أكثر أحداث هذا الجزء. يعني الجزء هذا راح يكون فرق عن الجزء الثاني. الجزء الثاني كان شبه تشوفه أنه بطيء، بس الجزء الثالث راح يكون سريع، وأنا أشبه هذا الجزء بقريب من لعبة Resident Evil 4 أو كذلك Resident Evil 5 أو 6. وكذلك تم تغيير مظهر كارلوس أولفيرا ليبدو أكثر نضجاً، إلا أنه سوف يحافظ على طابعه القديم، يعني نفس طبع كارلوس أولفيرا راح يكون موجود، بس طبعا الفيس والشعر صار تغيير. صراحة عجبني الستايل اللي حطوه أوكي، وشي طيب، وأتوقع أنه راح يكون أفضل من السابق. ونعلم أن أزياءهم الأصلية متوفرة كأزياء إضافية للعبة. يعني الجزء السابق كان في ملابس تبع شركة أمبريلا تبع ديل فلنتين. طبعا أنا ما أحب هذا اللبسة أوكي، وأتمنى أن تكون في ملابس أكثر. أريد لبس فريق ستارز مثلا اللي كان في الجزء الأول، أو لبس لعبة داينو كرايسس لريجينا أوكي. خلونا نرجع لكارلوس أولفيرا. كارلوس أولفيرا أنا أريد أشوف المقطع لما جيل فلنتاين تعطيه كف على وجهه اوكي، تصفعه. وخلينا نشوف في ريميك كيف راح يكون الاكشن. طبعا الجزء الثالث ريميك راح ينزل في تاريخ 3 ابريل من 2020، يعني ما بقى غير القليل، تقريبا 4 شهور او 3 شهور او اقل. طبعا في حاجة كان لاحظناها في موقع ستيم، وهو تروفي جديد يعني ظهر يعني لعبة Resident Evil 2 مؤخرا على ستيم، ويرتبط بالجزء الثالث. وحسب وصفه يقول لك اقرأ رسالة تركتها جيل فالنتاين. طبعا كأبكم تعمل حاليا على ثاني عرض لريميك Resident Evil 3 الذي سوف يكشف لنا المزيد من اللقطات لكارلوس والنمسيس وجيل فالنتاين، واعتقد بيري بعد وميخائيل في قادم الأيام في 2020، ونحن في انتظار هذا المقطع بفارغ الصبر. طبعا أكدت شركة كابكوم أن شخصية داريو روسو سوف تتواجد في الريميك وسيؤدي دورا أكبر، ومثل ما تعرفوا أنا عملت له قصة خاصة لشخصية داريو روسو لتتعرف عنها أكثر وتتعرف عن عائلة داريو روسو، فالمقطع موجود في القناة. طبعا لعبة Resident Evil 3 ريميك متوفرة الآن على متجر البلايستيشن السعودي بقيمة 62.99 دولار، يعني يأتي مع الطلب المسبق مع الأزياء الكلاسيكية وثيم خاص. طبعا الثيم الخاص هذا يعني ليس ديناميكي، اللي هو يعني في حركات وكذا، وحتى أنه لا ينقسم إلى صورتين مختلفتين أو عند التنقل بين القوائم الرئيسية الفرعية واجهة البلايستيشن 4. وكل ما سوف نشاهده هو صورة الغلاف فقط، يعني صورة واحدة لا أكثر، وتحتوي على صورة لجيل فالنتاين وكارلوس أولفيرا وفوقهم نمسيس الوحش المتوحش أوكي. والثيم يحتوي على موسيقى شبه أنها تكون صاخبة، بس أنه
جميلة للأجواء المرعبة. وكذلك هناك في تغيرات في الأيقونات، ولكن يعني ما في تغيرات قدرية يعني. أوكي، وفي كل الأحوال إنه الثيم مجاني، ومجرد ما تأخذ تشتري اللعبة راح تحصل على الثيم ببلاش. طبعا يستمر مطورو Resident Evil 3 ريميك في استخدام كلمات إجراء حول سبب تضمين المراوغة، وكيف يمكن أن يكون الأمر أكثر من كونه مخيفا من حيث الزومبي. أعتقد أن هذا يعني المزيد من جحافل الزومبي، وتصير معارك كثيرة وفي كمية كبيرة موجودة منهم. فالحركات اللي كانت موجودة مع جيل بلانتاين في الجزء الثالث Resident Evil Nemesis أو Resident Evil 3 Nemesis، اللي هي حركات المراوغة، انك انت تراوغ الوحوش وكذلك تراوغ النمسيس بنفسه، فكانت اشياء او اضافة جميلة جدا. طبعا هذا يعتمد على انطاقتك للازرار في اسرع وقت ممكن، وانا شرحت عن هذا الكلام في مقطع المقابلة وفقط Resident Evil، برنامج كان خاص باشياء اللي تبع Resident Evil كان في شرح مفصل له. طبعا وفقا لمقابلة مجلة فاميتسو، فإن Resident Evil 3 ريميك قد انتهت في الأساس، وفي الوقت الحالي هناك بعض التعديلات فقط في اللحظات الأخيرة، ويقال إنها 90% جاهزة. وبالفعل في تصريح من أحد المنتجين صرح بأن اللعبة جاهزة بنسبة 90%، وقريبا يعني خلال الأشهر القادمة راح يتم الإعلان عنها وتصبح ذهبية وتكون جاهزة في الإصدار للإصدار في شهر 4/3/2020. سوف تكون اللعبة خطية، ولكن لها أيضا بعض التراجع مثل Resident Evil 2 Remake، والخريطة أكبر من ذلك بكثير، ولكن عند الوصول إلى المناطق اللاحقة لن يتمكن اللاعبون من العودة على غرار الطريق الطريقة التالية التي سوف تكون لعبة Resident Evil 3 Remake خطية، ولكن لها أيضا بعض التراجع مثل Resident Evil 2 Remake. الخريطة أكبر من ذلك بكثير، ولكن عند الوصول إلى المناطق اللاحقة لن يتمكن اللاعبين من العودة على غرار الطريقة التي لا يمكن اللاعبين العودة إليها بعد الوصول إلى المعمل تحت الأرض. نفس الوضع هذا كان موجود في لعبة Resident Evil 3. طبعا كان المنطقة البدائية أنت كنت تقدر ترجع لها يعني بعد ما تطلع من المدينة، ما المدينة يعني المكان اللي يكون فيه الناس، تدخل مركز الشرطة، بعدها تطلع مركز الشرطة، تروح المنطقة اللي بعد مركز الشرطة، بعد ما تخلص المنطقة هذه ترجع مرة ثانية إلى المدينة اللي هي كانت في البداية لما تحصل داريو روسو ميت. بالتأكيد وجود هنتر بيتا في اللعبة، ولكن بطريقة مختلفة، وما نعلمه عنه أنهم مجرد زواحف بشرية مميتة مع مخالب طويلة وقاتلة، وهم ثاني تجربة لابتكار مخلوقات الهنتر التي ظهرت لأول مرة في الجزء الأول والأصل. طبعا الصورة اللي لمحناها هذه واضح الهنتر موجود وأظفاره أو مخالبه كبيرة، فأهلا بالهنتر. هل سوف يكون شكل جيل ميكانيكي لعبة هلوسة في جيل؟ ربما نتوقع هذا الشيء، انه الفيديو لما اعطانا تشكيلة للشخصية يعني من انسان الى زومبي او الى متحولة، فما نعرف هل هذا لغز من الغاز اللعبة او حقيقة من الحقائق اللي راح تكون موجودة في لعبة Resident Evil 3 لشخصية جيل فالنتاين، لا نعلم، ولكن نحن في انتظار المفاجآت. وإذا عندكم أي رأي أخبرونا في التعليقات، ليش جيل فالنتاين صار لها هذا المشهد. أهم ما ذكره المنتج كاواتا عن ريميك Resident Evil 3، بدأ تطوير ريميك Resident Evil 2 و Resident Evil 3 في نفس الوقت، ومستوى الأكشن كاللعبة الأصلية سوف يكون أعلى من Resident Evil 2. مساوى خلال حديثه مع مجلة فاميتسو اليابانية، أكد أن تطوير اللعبة قد اكتمل بنسبة 90%. الآن
وسوف يتم إطلاقه في تاريخ المعلن عنه سابقا وهو شهر إبريل من العام القادم 2020، ولا يوجد أي نية لتأجيل اللعبة عن هذا الموعد أبدا. أيضا أكد لنا مساوا أن مشهد الهروب الذي ظهر في العرض الأول للكشف عن اللعبة والذي ظهرت فيه جيل فالنتاين بطلة اللعبة بالمنظور الأول وهي تهرب داخل ممر مشتعل بالنيران سوف يكون متواجد في اللعبة، ولكن تم تحويله إلى المنظور الأول في العرض الأول فقط، وسوف يكون بالمنظور الثالث في اللعبة، يعني مثل الجزء الثالث أو الجزء الثاني، الكاميرا فوق الكتف. أيضا أكد المطور أن اللعبة ستميل أكثر إلى الأكشن على عكس الجزء الثاني الذي كان يميل أكثر إلى الرعب. وحسب تبريرهم فإن أجواء الجزء الثالث صممت من الأساس حول هذه النظرية. وأيضا أكدوا أننا سنرى الكثير من مشاهد هجوم الزومبي ومفاجأة اللاعبين من خلال إمساكهم من الكتف، خاصة في مدينة الراكون الواسعة وبها العديد من هذه المخلوقات الغريبة. أيضا في خبر سابق تحدثنا عن وجود بعض التغييرات والتمديد في بعض الأحداث والمشاهد المتعلقة بالشخصيات في اللعبة، مثل مشهد الطيار أو قائد المروحية الذي سوف يتم تمديد مشاهده وإضافة المزيد من المشاهد والحبكة إليه، ولكن لم تكشف كابكوم عن أي تفاصيل جديدة حوله. وهذا كلام مساوا، ونحن ننتظر المزيد والمزيد عن اللعبة. للأسف هناك تفاصيل جديدة عن لعبة Resident Evil 3 من مجلة PS البريطانية، وهذه التفاصيل أغلبها يعني حزينة. على سبيل المثال، نمسيس مبني على الترنيت من Resident Evil، يعني نفس تشكيلة الترنيت أوكي، ولكن هناك في ذكاء اصطناعي محسن للنمسيس. طبعا كابكوم صنعت النمسيس بالحقيقة لتصويره بتقنية المسح الضوئي. كارلوس سوف يكون قابل للعب، ستعود الديدان المتحولة إلى اللعبة، لن يتواجد طور المرتزقة في اللعبة، وهذا اللي أنا أتأسف إليه. وكذلك لا توجد نهايات متعددة. طبعا سابقا في الجزء الثالث كان في نهايات متعددة، ونتفاجأ الآن كابكوم تعلن وبوضوح لا توجد نهايات متعددة. على حسب التجميعات والأخبار والأبحاث أن كابكوم لا تعمل أو حتى تفكر في إعادة تشكيل لعبة Resident Evil Code Veronica، يعني ما في أي فكرة أن كابكوم تشتغل عليها مثل ما حصل مع Resident Evil 2 وفي نفس الوقت Resident Evil 3. على الأقل حتى الآن تتمثل أهداف كابكوم الرئيسية حاليا في إنهاء لعبة Resident Evil 3 Remake أولا، وإنهاء لعبة Resident Evil 8 والتي قد تكشف عنها أخيرا في بعض الأحيان، أو من الممكن راح تكشف في نهاية عام 2020 أو أوائل من عام 2021، ونحن في انتظار هذا الخبر الكبير. وإلى هنا شكرا لكم على حسن المتابعة، نلقاكم في مقطع آخر إن شاء الله ومع خبر جديد من لعبة Resident Evil 3 Remake. لا تنسونا من اللايك والاشتراك في القناة ونشر المقطع مع الأصدقاء. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان معكم حميد فوكس من قناة عمان بلاتون وقناة فقط Resident Evil.